وللوقوف مشاهدينا الكرام على جريمة إضرام ميليشيات في محافظة البصرة، النار في مرقد الصحابي الجليل أنس بن مالك عقب تعرضه لأعمال تخريب ونهب. معنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري. سيد معاذ، بداية مرحبا بك. ماذا يعني هذا التوقيت الذي اختارته الميليشيات بإضرام النار في مرقد الصحابي الجليل أنس بن مالك، وما خطورة هذا التخريب الجاري؟ حياكم الله ومرحبا بكم وبجميع مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. الحقيقة هذا التوقيت له أكثر من دلالة، وهو بلا شك ذو خطورة عالية، لكن المهم جدا فيه هو أمران اثنان. الأول، يمكن أن نرصد في هذا الوقت وهذه الخطورة مجتمعين وقع إيجابي في الحقيقة، لأن من صالح الأمة اليوم أن تكشف الأوراق وتظهر الحقائق. كيف يكون ذلك؟ بينما ينشغل الكل بأحداث أهلنا في غزة وتتجه الأنظار إلى استعلاء المقاومة الإسلامية هناك بالتوازي مع جرائم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الأطفال والنساء والشيوخ وسائر المدنيين المستضعفين، بينما يحدث كل هذا تظهر ميليشيات المحور الإيراني في العراق على حقيقتها لتمارس إجرامها الطائفي الذي لا يختلف كثيرا عن إجرام العنصري للكيان الصهيوني. حينما تختفي شعارات نصرة فلسطين ودعم المقاومة وتحرير المسجد الأقصى ويستعاض عنها بأفعال إجرامية، يمسي الجميع على دراية بأن هذا الصنف من القوى التي صنعت بأيدي الاحتلال الدولي والاحتلال الأقليمي في العراق لن تكون أبدا وسيلة نصرة لفلسطين ولا لقضيتها. هذا هو الجانب الإيجابي من الموضوع. أما الجانب الآخر فله دلالة سلبية تشير إلى اللعب على الوتر الطائفي في محافظة مثل محافظة البصرة. هذا يعد وسيلة مهمة بالنسبة للأحزاب السياسية ولا سيما الأحزاب ذات الظهير الميليشياوي في سياق التمهيد للسباق على الانتخابات. الأحزاب السياسية في العراق دائما ما تحاول أن تستعيد ما تحسبها ثقة الحواضن الشعبية بها بعدما خدعتها في بادئ الأمر حينما قادتها نحو الاستقطاب الطائفي ثم غدرت بها لاحقا، فهي بين حين وآخر تقدح شرر الخلافات والكراهية لتولد في المجتمع حالة من الصدام الذي تحسب أنه يقود حواضنها للعودة إليها مرة أخرى. لكن وعي العراقيين أكبر من أن يمر هذا النوع من المخططات. أستاذ معاذ، برأيك يعني الجهات المسؤولة قانونيا عن هذا الضريح لابد أن يكون هناك يعني جهات مسؤولة قانونيا تتخذ الإجراءات اللازمة وتتبع هذه الإجراءات في ظل هذا التجاوز، لماذا تغيب هذه الجهات؟ لو عدنا إلى التاريخ القريب جدا، الجهات التي لم تستطع منع هدم جامع السراجي رغم تاريخيته وعراقته وأهميته المستمدة من هويته الجامعة بالتأكيد لن تكون مؤهلة للحفاظ على هذا الصنف من الأوقاف. ثم إن الجهات المعنية بهذا الموضوع أيضا هي منشغلة هي الأخرى بالصراع والنزاع سواء فيما بينها أو ما بينها وبين بقية أحزاب العملية السياسية بشأن قضايا انتخابات مجالس المحافظات وتقاسم الحصص وتوزيعها وما إلى ذلك. الحقيقة المرة في المشهد العراقي أن الأوقاف الإسلامية في البلاد لم تخرج ولا مرة من دائرة الخطر منذ احتلال العراق وإلى يومنا هذا، وأن ديوان الوقف السني بوصفه جهة حكومية من المفترض أنها ترعى وتحمي هذه الأوقاف فشل في أن يعطي للعراقيين أملا بأن أوقافهم مصونة أو محمية من أطماع الطارئين الذين استولوا عليها أو استولوا على الكثير منها ويسعون للإجهاز على ما تبقى منها. هذه الجهات يعني الحقيقة هي غير مؤهلة أو جديرة بأن توكل إليها مهمة الحفاظ على أوقاف المسلمين يعني لجملة أسباب تتصف بها، لعل منها الفساد المالي وسوء الإدارة وغياب الكفاءات وانعدام الإجراءات والسياق المعتبرة في العناية بالوقف وما إلى ذلك. ذلك كله يعود بالدرجة الأساس إلى منظومة المحاصصة والتكالب على المناصب السياسية فضلا عن صفقات تبادل المصالح بين الشركاء داخل مربع النظام السياسي. اليوم لو يتفرغ مجتهد برصد الحالة العراقية في الربع الأول من عمر الاحتلال فقط لوجد أعدادا لا تحصى من الوقفيات التي ضيعت ومنحت لجهات أخرى، إما مقابل ضمان مكسب سياسي أو في صفقة انتخابية أو بتواطؤ مقابل مردود ما وإن كان ضئيلا، أو بضعف أمام سطوة الأحزاب الطائفية التي تتحكم بمن يسمون السياسيين السنة، هؤلاء الذين عجزوا حتى اللحظة عن تقديم شيء يذكر لصالح أهلهم أو مجتمعهم.
هذه الحادثة أستاذ معاذ عملا لا يمكن اعتباره عملا عابرا في البصرة. هناك غايات من إضرام النار بمرقد صحابي جليل، وهناك مستفيد وهناك أطراف وجهات مستفيدة مما يجري. يا ترى ما هي النقطة من وجهة نظرك، النقطة الغاية التي تريد هذه الجهات أن تصل إليها خلال هذه المرحلة تحديدا؟ نعم، بالتأكيد هو ليس مجرد حدث عابر، لأن ما جرى من إضرام النار في إرث تاريخي له رمزية معتبرة هو أكبر من مجرد استهداف لضريح، لأننا نؤمن جميعا أن المقصود ليس الضريح بذاته، فهو مجرد بناء، وإنما المقصود بالدرجة الأولى الأوقاف الإسلامية في ظل العمل المستمر للاستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال وعطارات وما إلى ذلك. ربما يبدو لبعض من ينظر إلى المشهد العراقي بأسلوب المسح كما يقولون، قد يجد في الأمر مجرد حدث عابر، ولا سيما في ظل الأحداث الكبرى التي تعطف بالأمة وتوجه الأنظار إليها. مثلا يعني الآن العالم كله منشغل بغزة وترقب نتائج معركة طوفان الأقصى ومآلات جرائم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني. قد يقول قائل هذا الحدث يعني حدثا بسيطا أو حدثا عابرا. لا، الحقيقة أنه حدث كبير يعبر عن منهجية قائمة على الطائفية السياسية تمارسها أحزاب السلطة وميليشياتها. ثم أن هذا الاستهداف بحد ذاته ليس حادثا فريدا، بل هو امتداد لما حصل من قبل. المكان نفسه هاجمته الميليشيات من قبل، أحدثت فيه أعمال تخريبية، سرقت بعض المحتويات بشهادة الحراس القائمين عليه. إذن هو حادث ممتد ضمن سلسلة الحوادث الممنهجة ذات الأهداف والمقاصد المتعددة. أضف إلى ذلك الواقع الحالي لمحافظة البصرة التي تضج بالميليشيات على اختلاف أشكالها وأصنافها، تعد الغنيمة الأثمن التي يتم التنافس عليها بين الأحزاب التي تريد أن تستولي على مجلس المحافظة في الانتخابات لفرض المزيد من حالات التحكم والنفوذ، وذلك في سياق تحقيق مصالح إيران ومقاصدها. ولو شئت تحدث ولا حرج عن حقول النفط وعقود الشركات الاستثمارية، الموانئ والمنافذ الحدودية، تهريب الأموال والمخدرات وما إلى ذلك. حتى لو أردنا أن نتعمق أكثر لن نبالغ إذا قلنا نجد مخاطر جمة تتعلق بدول الجوار وسعي المشروع الإيراني ليشكل خطورة أكثر عليها، إذا ما عرفنا أن مثلاً بادية السماوة باتت قاعدة مركزية للميليشيات والحرس الثوري الإيراني وما يجري فيها في الخفاء أكثر مما هو معلن، ولعل البصرة هي الممر الاستراتيجي بين إيران وهذه القاعدة. ما المطلوب الآن سيد معاذ اجتماعيا في ظل محاولة جر المجتمع العراقي في البصرة وكذلك عموم العراق إلى مربع الطائفية من جديد؟ الحقيقة المطلوب كثير وكثير جدا، على مستوى الأفراد، على اختلاف ثقافاتهم واتجاهاتهم، على صعيد النخب بمختلف انتماءاتهم، في ميدان المؤسسات والهيئات والأحزاب المنضبطة التي ليست لها صلة بالنظام السياسي القائم في بغداد. هؤلاء جميعا ممن تجمعهم قيمة المجتمع العراقي أمام مسؤوليات شرعية ووطنية وتاريخية وأخلاقية في إنشاء وتكوين قناعات وأفكار جمعية تقوم على الإنقاذ، إنقاذ العراق مما ألم به على مدى 20 عاما، على المجتمع بمكوناته هذه البدء الفوري باتخاذ خطوات المسار الأولى المفضي إلى إنقاذ العراق من النظام السياسي وأدواته التي تفرق ولا تجمع، تدمر ولا تعمر، تفسد ولا تصلح. كثير حقيقة من الواجبات المنوطة بالجميع على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، لكن التحدي الأكبر بالنسبة لجميع العراقيين هو الثبات على خيارهم في الذي اتخذوه مؤخرا في مقاطعة المشروع السياسي وأدواته من انتخابات وخيارات حزبية قائمة على الطائفية، وثباتهم على مناهضة العملية السياسية بشكل أعمق وأكثر مدى، لأن التجربة الأخيرة في مقاطعة الانتخابات التي فشلت أحزاب السلطة في تكوين حكومة منها فاضطرت إلى الاتفاق على دستورها ومغالطة قوانينها حتى ولدت حكومة الإطار التنسيقي، هذه التجربة تؤكد أن خيار المقاطعة فعال، وأنه لولا الدعم الدولي والإقليمي الذي تتكي عليهم العملية السياسية لكانت نتائج هذه المقاطعة ناجعة ومؤثرة إلى حد كبير جدا. العراقيون قاطعوا الانتخابات في الانتخابات والانتخابات منذ عام 2018 وإلى الآن. ما قيمة الانتخابات أستاذ معاذ إذا تسبقها في كل مرة توتر طائفي، أحيانا تكون هناك تفجيرات، عمليات قتل، تدهور في الملف الأمني، ولكن نركز هنا خلال هذه المرحلة على موضوع
إرجاع العراقيين أو محاولات إرجاعهم إلى التوتر الطائفي، ولكن أيضا حكومة السوداني تعد العراقيين في كل مرة وفي كل وقت وفي كل مرحلة بأن العراق مستقر. أين الاستقرار وما قيمة الانتخابات التي ينوون القيام بها؟ مع الأسف هذا الحال في العراق بات سمة دائمة. كل انتخابات تجري لابد أن يكون الصراع والفساد هما المحرك لها والمسير لمجرياتها. دائما نحن نشدد حين نتحدث عن النظام السياسي وطبيعته وأسباب بقائه، نشدد على أن الفوضى واضطراب الأمن هما بالنسبة لهذا النظام الوقود الأكثر حاجة ليستمر. وحتى يستمر يعني حتى تبقى حالة الفوضى واضطراب الأمن قائمة، لابد من شرارة قوية تبقي هذه الظاهرة حاصلة بين مكونات المجتمع. لن تجد أحزاب السلطة مثل الطائفية سبيلا يوصل إلى هذا المستوى من الفوضى. لهذا لن تكف أحزاب السلطة ولا ميليشياتها عن افتعال الأزمات من بوابة الطائفية التي كثيرا ما تكون مشبوعة بضغط إعلامي وخطاب أحادي يؤجج الفتنة ويولد الكراهية المتناغمة مع مشاعر وأمزجة الشرائح الحزبية التي تستغل ما ذكرناه لتحقيق مآربها. الانتخابات في العراق على مدى السنوات العشرين الفائتة لم تكن ذات قيمة، نعم، لأنها في الأساس مسرحية فاشلة بسيناريوهاتها وأحداثها وممثليها، ولا سيما ما يتعلق منها بانتخابات مجالس المحافظات. وبالمناسبة الاحتمالات التي تتحدث عن إمكانية تأجيل هذه الانتخابات واردة وقوية، مما يعني دفعة أخرى من التخبط السياسي وفصلا جديدا من الصراعات التي تترجم طائفيا وسياسيا إلى حين حصول ما يسمونه التوافق بين قادة الأحزاب والكتل وزعماء الميليشيات على النسب والحصص التي تعطى لهذا الطرف ولهذا الطرف. هذا هو واقع المشهد السياسي في العراق. انتخابات صورية تسبقها أحداث يعني ميدانية ناجمة عن خلافات سياسية تدفع العراقيون الثمن منها مع الأسف. نعم، من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.